لو حد حاول يثبتك بالسكينة على الرقبة بالشكل ده، ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا، يمسكوا من المنطقة بتاعة قبضة الايد ومنطقة الرست في نفس التوقيت اللي انت بترجع فيه لورا. يعني ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا اهو، ايد الشمال بتمسك القبضة اللي ماسكة السكينة، والايد اليمين بتمسك من عند مفصل الرست، وبتبدأ تتحرك لفوق في نفس التوقيت اللي انت بترجع فيه لورا بجسمك عشان تكون ناصل السكينة بعيد عن رقبتك، تاخده وتنزل بيه الأرض بالشكل ده. لو ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا في نفس التوقيت اللي انت بترجع فيه لورا، لازم ترجع لورا وانت بترفع ايده لفوق بالشكل ده. بعد كده بتسحبه وتنزل بيه الارض وانت عامل ضغط على مفصل الريست ومفصل الكوع. ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا بالشكل ده، يمسكوا عكس بعض، يعملوا كماشة على الدراع علشان ما يقدرش يهرب بدراعه اللي ماسك السكين. تسبب له ضغط قوي هنا على مفصل الريست، وبعد كده بتسحبه وتنزل بيه الأرض وبتثبت السكين على أي مكان.